حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج صوتكم. قبل ما نبدأ البرنامج نحب نذكركم أن قناة الرافدين عندها تردد جديد 10727، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار قمر النايلسات. فنتمنى من كل مشاهدي قناة الرافدين ومن أصدقاء برنامج صوتكم أنه يأخذون الريموت ويدخلون هاي الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص عندهم حتى يظلون متواصلين ويانا في برامجنا كلها ونشراتنا. مشاهدينا، برنامج صوتكم هو البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع بآرائكم. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بنا على الأرقام اللي تشوفوها هسه حاليا أسفل الشاشة، راح تطلع موجودة هنا. عندكم الرقم اللي داخل أو الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها هسه هي أرقام إلى داخل العراق وخارج العراق، إضافة إلى الرقم برنامج الواتساب. هذا البرنامج ما مخصص للاتصال، ما مخصص حتى تدزولي رسائل صوتية أو فيديوهات وتطلبون أنه أعرضها بالبرنامج، ما نقدر، فقط رسائل أتمنى تكون مكتوبة وبها اسمكم ومكانكم. وهذا الرقم مخصص إلى الداخل في العراق بكافة محافظاته، تقدرون تتصلون عليه. منظمة أطباء بلا حدود تقول أنه أكثر من 1,000,000 نازح داخل العراق يعيشون بمخيمات مكتظة بالأساس، تفتقر إلى كل مقومات الحياة الكريمة، معرضون للإصابة بشدة بفيروس كورونا. وتقول المنظمة أن المخيمات مزدحمة وبها أعداد عوائل كلش هواية، إضافة إلى أنه هاي المخيمات تفتقر لكل شيء من خدمات، من ماء، من كهرباء، حالها حال محافظات العراقية. هو العراق يفتقد إلى كل شيء، لكن إضافة إلى النقص اللي موجود لدى العوائل العراقية اللي عايشة ببيوتها، على الأقل هو يقدر يسحب من مولدة، عند بيت أو سقف يحميه من برد الشتاء، فهذا عايش بخيمة. إضافة إنه ما يقدر يشتغل وعايش في مخيم يعني تحول هذا المخيم من مكان التجأ إلى نتيجة حروب حتى يحافظ على حياته وحياة أولاده وأسرته وعائلته، إلى معسكر أو معتقل إجباري للي عايشين به. فهاي المخيمات تفتقر إلى مرافق النظافة، تفتقر إلى هواية أمور، مدارس، مستوصفات طبية وصحية، والأمور بها تعبانة، والناس عايشة يعني على أهل الخير، على المساعدات. تعرفون كلكم أنه القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية ما مقصرين بما يقدروا له، لكن كل اللي دا يتقدم للنازحين ما يكفيهم، يحتاجون بعد دعم. فهسه اكو محاوله عراقيه لدمج المخيمات، يعني بالاضافه للاكتظاظ بالخيام، بالاضافه الى العدد الكبير بالمخيمات، هم يريدون يدمجون مخيمات، يزيدون الاعداد داخل كل مخيم حتى يغلقون مخيمات باماكن اخرى. زين، احنا هسه بجائحه كورونا، يا الحكومه ما فكرتوا بالعوائل؟ ما فكرتوا بالناس؟ ذولا مو عراقيين. فموضوعنا ان شاء الله راح يتركز على هؤلاء، اضافه الى الخطر على المعتقلين في السجون العراقيه. اول اتصال ويانا بالبرنامج ام فارس من سامراء، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، هلا يمه. اخويا رفل، احنا ابننا مسجون. نعم. من 2017. نعم. وله عزاء انطانا امر نشوفه، لا كل شيء، يعني شنو اذا نبنى احنا يجي عيد ويروح عيد ما نشوفهم. الو. وياك يما. اريد مصطفى الكاظم الله يبارك بعمره، يسوي لنا مواجهة، يخلينا نشوف ولدنا. شنو ذنبنا احنا يجي عيد ويروح عيد ما نشوف ولدنا؟ هم مو غالين عليهم ولدهم. نعم. وبكت الله يعني يسوي لنا حال نشوف يا اخوي، والله محترقة قلوبنا.
ويعني 4 سنين فمو قليل ما اشوفه بينه، والله محترق قلبي يعني والدته ومحترق قلبي عليه حرق. نعم نعم، شكرا شكرا لك ام فارس من الكويت، سعد حياك الله. يا هلا بيك يا هلا بيك يا استاذنا يا محترم. اولا يا استاذي اهل المخيمات يعانون، نعم محتاجين الى طال عمرك ادويه وعلاجات، وكذلك يريدون امن وامان يا استاذي. نعم. وايضا يا استاذي بالنسبه للعراقيين سابقا والان عايشين عيشه رفاهيه، لديهم مليارات نفط، صناعه، معادن، انهار، ولكن المخيمات محتاجه الى عنايه اكثر، يعني معاناه النازحين ايضا يا استاذي. وكذلك ايضا سجن الحوت، وكذلك سجن التاجي، المفروض رئيس البرلمان والسيستاني يقومون بزياره حتى يشوفون حالات التعذيب بانفسهم، يعني حالات نفسيه، تعذيب مساكين اللي محتجين والمتظاهرين والمعتصمين. واخر الكلام تحياتي لك يا استاذي المحترم. حياك حياك وبياك اخ سعد. فهاي القضيه اللي احنا حبينا نحكي بها بالبدايه اليوم، وقالت المنظمه اللي هي منظمه اطباء بلا حدود انه يجب 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 حصول النازحين على رعاية وخدمات صحية منتظمة للحفاظ على حياتهم. النازح اللي موجود بالعراق اليوم هو ما داخل معسكر أو معتقل، النازح هو مواطن عراقي، مواطن عراقي حقه أو حقوقه مثل حقوق أي مواطن عراقي آخر. النازح اللي موجود بالمخيمات حال حال أي عراقي موجود من زاخو للفاو، فالنازح هذا اليوم ما له حق، لا علاج لا شيء، حال حال العراقيين، لأن اليوم العراقيين الأبرياء هم ما لهم حقوق، لا بالمعتقلات لهم حقوق ولا بالشارع لهم حقوق ولا بمحلاتهم وشغلهم لهم حقوق ولا بالمستشفيات لهم حقوق ولا بالمخيمات مال النزوح اللي موجودة بالعراق لهم حقوق. فهاي القضية أنه الحكومة لازم تشوف المواطن العراقي أولاً، لازم تفكر براحة المواطن العراقي أولاً. ويانا أم حاتم، حياك الله يا أم حاتم. يحييك يا أهلاً وسهلاً. هلا بيك يمه. هلا يمه، أنا عندي ولد سنين من عام 2014. نعم. مفقودين. نعم. ما خليت مكان بالعراق يعتب علي، بس الشمال ما راحت له. نعم. موظفين بالمصرف مال مدان. موظفين وين؟ بالمصرف مال مدان. بالمصرف زين. واحد 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 مدرس اسلامي. زين، ابنك كان يعني بمصرف الرافدين لو مصرف اخر، مصرف حكومه؟ مصرف الرافي بالمدان، هو يعني للمدان تابع. اوكي اوكي، انا اقصد انه مصرف حكومي لو اهلي. نعم. لا حكومي. اها. ايه ما خلص ما خلص، تعبت حتى مرضوني والله. طيب امي يعني من اخذه ولدك، انت قلتي لي عندك اثنين موظفين، واحد مدرس في احدى مدارس قضاء المدائن والاخر يعمل يعني يشتغل موظف بمصرف في قضاء المدائن، ما قالوا لك ليش اخذوهم؟ ما نعرف بلي طب اخذوهم، ما نعرف شنو اللي اخذوهم. زين، منو اخذهم؟ لحد الان ما اعرف. ما شفتيهم اللي اخذوهم؟ لا، نسوانهم هم عازمين، نسوانهم قالوا يعني طبت قوة مشتركة وشالتهم. زين، ما سألت الشرطة، الشرطة الاتحادية، ما قلت ذولا اللي طبوا البيت ايش منو؟ ما خلص. طيب، نعم. نعم، وصلت وصلت أم حاتم. أم حاتم من قضاء المدائن، هي جزء من 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 معاناة مستمرة بالعراق اليوم. يعني هي عندها ولد اثنين، واحد يشتغل موظف في مصرف والآخر مدرس
للتربية الإسلامية في أحد مدارس قضاء المدائن، اثنيناتهم يشتغلون بالمدائن. تقول طبت قوة مشتركة علينا وعزلوا النسوان عن الزلم وأخذوا ولدي وطلعوا وما نعرف هاي القوة تابعة لمن. الإشكالية هنا أولا إلقاء قبض بدون أمر قضائي هذا مخالف للقانون. الإشكالية الثانية أنه هي ما تعرف الجهة اللي اعتقلت ولدها منه. الإشكالية الثالثة أنه هي ما تعرف ولدها وين. الإشكالية الرابعة أنه الحكومة وين، أو الـ يعني إدارة القضاء وينها. فأكو هواية إشكاليات، أكو هواية إشكاليات هنا. هاي الإشكاليات لازم تنحل. يعني ما يصير مواطن يطبون البيت هو ما يعرف هاي الجهة منه، ما يعرف هو ويا من دا يتعامل، وما يصير مواطن يعتقل وما يعرف سبب اعتقاله ليش، لأنه هنا يعتبر تغييب قسري، يعتبر اختطاف، يعتبر إرهاب. فهاي الإشكاليات المفترض أنه إحنا إيش قلنا من البداية، أنه قبل اتصال أم حاتم أنه لازم الحكومة تفكر بالمواطن، ولازم يكون المواطن هو رقم واحد في كل شيء حتى تفكر شلون توفر له احتياجاته. أم تبارك من سامراء حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام أختي. أحييك وحيي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. استاذ أسأل، عندنا معتقل من 2017 لحد هسه. نعم. أخذوه من مدينة سامراء. نعم. الساعة بالسنتين بالليل، مواليد 2001، عن طريق مخبر السري. 2001 يعني كان عمره 17 سنة من أخذه. أي من أخذه جو جهة مجهولة. هم أنا ما تعرفون من أخذه. نعم. مدة 6 أشهر يلا لقيناه ببغداد بسجن الأحداث. وحاكمي 5 سنوات. ليش؟ ما أعرف، حكم ظلم. لا يعني الحكم على مود شنو حكمه؟ للتعذيب واعترافات. تمام، أنا أقصد يعني هو التهمه بشنو سوى وحكم عليه وسجنه في سجن الأحداث ببغداد؟ يعني مثلا التهمه بأربع إرهاب، التهمه بجريمة قتل، التهمه بشنو؟ المادة 4 إرهاب. أها نعم. هو يعني صار 7 أشهر إحنا ما مجي ولا نعرف عنه أي شيء. والناشد مصطفى الكاظمي أن يخرج عن المعتقلين، أغلبيتها أبرياء ومظلومة. نعم. وأنا أشكرك أستاذ أسهل وأشكر هاي القناة، أتوصل صوت المظلوم. العفو 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 أختي عزيزة. صديقة البرنامج أم عبد الله من بغداد، كان من المفترض أن تدخل ويانا بالبرنامج لكن فصل الاتصال وياها. نتمنى من عندك يا أم عبد الله ترجعي لنا حتى نسمع رأيك في قضية المهجرين، وقضية أنه توجه السلطات الحكومية لدمج المخيمات من شمال وغرب البلاد بحجة تركيز الجهود الإغاثية داخل المخيمات. السؤال اللي ينطرح هنا، أي جهود إغاثية؟ إذا نرجع بها خلال من 2014 أو من بداية قضية التنظيم الإرهابي اللي دخل إلى العراق بقدرة فاعل ما حد يعرف شلون، بس اللجنة اللي أسسوها أو اللجنة اللي صدرتها الحكومة بزمن المالكي تعرف، أو اللي جابهم يعرف. مهم، فهاي المخيمات هي تفتقر إلى أي خدمات؟ وهم كلهم إذا نشوف الفيديوهات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كلهم يقولون الحكومة ما تقدم لنا شيء. فأنت من تريد تدمج المخيمات لتركيز الجهود الإغاثية، أي جهود إغاثية؟ وإذا أنت ما عندك فلوس تطي رواتب، فشلون راح تغيث الناس بالمخيمات؟ هذا السؤال اللي ينطرح. أبو كريم من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أزل،
مأيسين منها. نعم. احنا ما نسمع حكومة هذه. نعم. يا هم عندنا احنا ما يحسبونا لدولة حرامية طرق وسرة وسمي ما سمي كل شيء عليهم. نعم. يعني احنا نحكي نقول هاي حقوق والله قيمة. جريمة بحق نقول هاي الحكومة. انت شو يعني الاسير اللي يموت ليش تسوون دي؟ كل الشغلات فسخة اللي ما عاد بيها يسووا. نعم. شريفة وغير شيء وغير هذه كلها عندهم. يعني ولا ايران باكملها هذول اللي حاطين العراقيين قدامهم الجسد العراقي والعقل ايراني. نعم. احنا لا دولة نقدر عليكم هناك سوونا دورة حل. يعني احنا في دورة القتال احضر مأيسين من احمي ما لنا حصة وياهم ولا نقو وياهم ولا يحترون بينا ولا نعترف بهم. نعم. شان حجي مكينة زاد البليل كنا نلقي طيب دي فما قلت ويا اخي كثير ما بالعراق نحكيكم نعم فسووا لنا صوره حل من الخارج لا من هنا تصير بعد هنا قال الا الله سبحانه وتعالى يخلصنا من عند الباء الكرون. نعم احنا القوه فقدناها السادي. نعم. والله قوه الله سبحانه وتعالى هنا ما بقنا حول ولا قوه. نعم. يعني إذا ابن عمك أخذ مليون ونص وأنت قاعد 50% يعني واحد من هذول الناس يأثرون عليه كله. يعني إذا واحد جيب له دقيقة وما هذول يخبرون عليه ثاني يوم. بس أزل الله يخليه كنونا من الخارج كنا من الخارج تعاوننا ويا بقوة الله سبحانه وتعالى خلي ننتصر عليهم. نعم نعم نعم. والموت اللي موت أحد أخرى موت جبران. طيب. بس موت هناك الله إن شاء الله يودي للجنة. نعم. شكرا لك أبو كريم. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. أما تعجب على هذا الشعب المسكين اللي قام ينادي إنه يريد من جهات أخرى تحميه. ليش يا شعب ليش أنت مو قوي؟ المفروض الاتحاد القوة ماكو يأس. الشعب ما يأس. إحنا نعرف ماكو حكومة وماكو قضاة وأكو ألم وأكو أكو أكو دولة منهارة وأكو أكو نادة تقتل وأكو نادة تسلب وأكو كل شيء أكو. لكن لازم يصير قوة للشعب وإرادة قوية ولازم يقول أكو عراق ولازم لازم يحيي العراق ويقوى العراق. ما يصير إيس ويتاني رحمة الله. إحنا رحمة الله واسعة تانية رحمة الله مو من تانية ما تاني علان وفلان. هذه الشعب لازم ينهض. الشعب لازم يصير قوي. الشعب لازم إرادته ما تروح. لازم يصير أقوى من هذا. أنا أتعجب من هذا الشعب اللي قاعد يتباكى وقاعد يبكي. ليش انت مو شعب قوي؟ انت مو هاي مو دولتكم، هاي مو بلدكم، هذا مو تربتكم، هاي مو ارضكم اللي اختصبت من قبل امريكا وايران واسرائيل والحفالات الاخرى. ليش انتم ساكتين على هذا الظلم كله؟ ليش ما تنهضون؟ ليش ما تصيرون قوة واحدة من الشمال إلى الجنوب وتقضون على هالفوضى الموجودة بهذا البلد اللي قاعد يشوفون ضعفكم ويشوفون ما عندكم إرادة قوية لهذا البلد ولا عندكم حب لهذا البلد ولا هذا يتمادون بكم؟ لا، هذا مو شعب العراقي. الشعب العراقي الأصيل ما يسمح حد يتمادى به. الشعب العراقي الأصيل يحب بلده يحب وطنه ويحب يقاوم الظلم إلى أن ينتصر. افتهموا يا شعب قوموا. لا تخلونا هذول الحفالات
تتمادى بكم والسياسيين اللي قاعد تبولكم والسياسيين اللي قاعد تنهال بكم والأشكولات اللي جاية من إيران وحفالات أنا حافين لافين وقعدوا على الكراسي وباقوكم ونهبوكم وشلبوكم وكل شيء سووكم قتلوكم وخصبوكم ما تستحون عيب عيب لا, لا, لا تستجدون بالنجل من أحد صيروا قويين ودافعوا عن بلدكم وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك أم عبد الله من بغداد حياك الله. حيا المنقان. تسلمين وتقول تسلمين يا رب أهلا بك يا رب تفضلي. يا رب يحفظ كل المسلمين والعراقيين. اللهم آمين. أستاذ يعني أريد أسأل أري سؤال للشعب العراقي هي أي مشكلة انحلت حتى تنحل مشكلة المغيبين ومشكلة النازحين؟ يعني هي أمريكا من تبدي وقفت على النظام السابق هي جعلت إيران وكيلة عن أمريكا وعن إسرائيل لتنفيذ مخططاتها ضد العرب وضد الإسلام. أول ما ضربوا ضربوا المسلمين السنة وهسه يقتلون المسلمين الشيعة. هو هذا حدث أمريكا وإسرائيل وإيران هو القضاء على تفتيت الشعب العراقي تفتيت إيران العفو تفتيت سوريا تفتيت اليمن ولبنان وفلسطين مفتتة وأخذت سابقا يعني هذا كله في سبيل أمن إسرائيل. فإحنا ترى يعني إحنا أصبحنا كعراقيين أستاذ يعني نقدر قسمة وقوتنا الأمريكان والشعوب العربية اللي عفوا الحكام العرب. فإحنا نريد مساعدة الحكام العرب للوقوف إلى جانب العراق من أجل نهضة الأمة العربية لأنه الأمة العربية انتهت. إذا إحنا باقين ساكتين يا حكام يا شعوب العربية إذا ما تتوحد ويصير عندها جيش واحد للقضاء على كل تدخلات الأجنبية اللي موجودة بالوطن العربي لأنه ما تقوم لنا قائمة لأنه هدف أمريكا بدل من ترسل جيوش أخذت تفتت الشعب العربي واحد يقتل الثاني. فلهذا ما عندنا إحنا يعني حل إلا بالتواجد العسكري من قبل الشعب العراقي والشعوب العربية إلى جانب بعضها للقضاء على هذه الشغلات اللي يعني دمرت البلاد العربية ودمرت العراق بالذات. فإحنا ما نقدر نحل أي مشكلة. ترى أمريكا خلت مكان احتلالها القوات الأمريكية اللي موجودة قواعدها وخلت حكومة هي فاسدة يعني حتى إنهار بزنة والفرات يعني حتى الأسماك يعني ما خلصت. أستاذ بس أريد أقول شيء واحد حتى نهر جزء ونهر الفساد مصنسل بقى بس عندنا نهر واحد هو نهر الفساد نهر الفساد اللي أسد الحرش والنشل يعني ما بقى إلا أن الشعب العراقي أو الشعوب العربية كلها تتحد قابلة من أجل إرجاع الأمة العربية الإسلامية ترى يريدون يقضون على الإسلام وبالذات العراق لنا مركز قوة. نعم نعم شكرا 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 لك أم عبد الله. أبو علي من بابل ويانا حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم أخي ياسر. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحدثت قلت العراق رقم واحد المواطن العراقي في رقم واحد بالعراق. نعم يا أخي المواطن رقم صفر هم البرلمان رقم واحد الامتيازات كلها لهم الأموال كلها الميزانية كلها لهم والله دولة مثل جوج ما جوج أكلوا خيرات العراق كله بعد العقل الفقرة. لا تنسى أن المخيمات تعبانة بالغرب ما يحدث بالجنوب بأسوأ بعد من الحال كلها قاعدة بالتجاوز وكلها قاعدة بالإيجارات. الله وكيلك في العباس كفيلك عباس وجع راسي بيعونها بي الدولة تبيعها على المواطن بيع يعني مثل ما الكويت تطونهم رواتب هاي احنا هنا بالجنوب يدقون الباب عليهم يطون ضرائب الكهرباء والماء وكم وانتم شلون تقولون تقعدوا للمواطن بالبيت وانتم بالنا بلوه. نعم والله العزيز يا حزب البعث ما سوى سوايا شلون الحكومات هالحكومات المتعاقبه 17 سنه لازم كلهم يجابون مدبول سجن
وينحطموا شلون حطموا صدام النديد؟ ينحطموا المثلة هذول صدام مزد من صدام سووه بالشعب العراقي خصوصا بالجنوب. جزاك الله خير الجزاء. شكرا لك ابو علي. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. ابوك السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. كيف حال الاستاذ؟ نحمد الله على كل شيء. الله يحفظك، تحيي لك وتحيي القناه وتحيي كادر القناه. حياك الله اخوي. تحيي الشعب العراقي وتحيي الثوار السكريين الابطال. استاذ بالنسبه للعراق، العراق عليه مؤامره كبيره داخليا وخارجيا، حتى الامم المتحده هي شريكه في المؤامره، مثلت الامم المتحده هي تتجاوز على الشعب العراقي وتذهب للسستاني. القضيه ليست قضيه عقائديه بالعراق، الشعب العراقي هي تذهب لتجيج الطائفيه، والسستاني لا يعنيه العراق، هو رجل ايراني. فلا بد على العراقيين لا يعولوا على الخارج، لا يعولوا الا على ثورتهم الداخليه حتى الخارج يصف معاهم، لان الثوره اذا هجت الشعب ما عندهم مشكله بانتهاك حقوق الانسان، الامم المتحده هي عاده عندها، اهم شيء مصالحهم الغرب. فعلى الشعب العراقي ان يهب حبه رجل واحد يقضي على هذا، لا يوجد دوله عندهم بالعراق، لا ثوره، لا قضيه كهرب وما كهرب استاذ، لا ما فيها فائده، لا تغيير النظام كامل، لان النظام هو لا يوجد نظام، هي دوله ميليشيات، لا حكومه، دوله ميليشيات. انت شايف بلد رئيس وزراء ما يقدر يقيل وزير، يعني ما هذه الدوله يعني. ونسال الله ان يحفظ العراق وشعبه. شكرا 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 لك ابو فيصل. ابو محمد من الموصل حياك الله. مرحبا عيني. مرحبا اخوي. شلونك اخوي؟ نحمد الله على كل شيء، انت شلونكم؟ اقول لك رحمه الله والديك بالتحرير مع الموصل. ايه تحرير الموصل اعتقل الاولادي ماكو اربعه. نعم. 15/7/2017. نعم. هسه محكومين هم باعدام. هم كل شيء معهم. اربعتهم محكومين اعدام؟ لا اثنين. ايه. عندي واحد مفقود الحزلة وما موجودين. نعم. وعندي واحد بالموصل الحزلة صار سنة من نمرود أخذهم، صار سنة وستة شهور. يوم 5/5/2019 أخذوا هذا أخير واحد. نعم. وإحنا كل شيء ما عندنا. نعم. إيه. إذا 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 أمكن أبو محمد نص التلفزيون خليك وياي بالتليفون، قول. انا ما عندي تلفزيون. نعم. قاعد برا، قاعد برا انا احكي. نعم. ايه اقول لك عندي اربع اولاد بالسجن. اثنين بالناصريه محكومين باعدام. نعم نعم معلوم. تسمع؟ واحد عندي مفقود. ايه. واحد عندي بالموصل بالسجن. ايه. ايه. هذا المفقود 2993 مواليد، ويوم 4/8/2017 اخذوه بسيطرة المنيرة. نعم. ايه وهذا ما يكون موجود لحد ما له خبر، كل خبر ما في. اها. ايه وهذا اثنين محكوم بالاعدام بالناصرية. نعم نعم. حتى هذا صار 4 أشهر 5 أشهر ولا اكو مواجهة ولا اكو شيء، كل خبر ما نسمع من عنده. نعم. نعم. شكرا 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 لك ابو محمد. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم ان التردد الجديد لقناه الرافدين الفضائيه هو 10727، الاستقطاب افقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. السلام عليكم إخواني، احنا بمستشفى شوادر، مستشفى الإمام علي العزيز، سجين ماكو، المركز يتوقف، وبطالة ما عندهم من 6 الصبح لحد الآن، وعالم توفت، وحال الغيم حال العالم، انقذوا الشوادر، رحمة لوالديكم، عمك اوكسجين؟ عمو ماكو اوكسجين، شوف هاي كلها من قرايبنا جبناها، معارفنا بالمدينة جابوا لنا اياها. هذا المركز يا عمي ما بي. هذا المركز شوفه. ما بي شوفوه.
وهذا الجهاز مالته سيباب. هذا الرجال هو جايبه على حسابه. على حسابه. هاي شوف هاي المرة المسكينة شنو ذنبها؟ بدون أكسجين. شنو المسكينة هاي راح تموت. هسه حجيبش حجية راكان. زين. هسه حجيبش. ماكو كل من عنده دبة جابه من بيته يترسها. ها شوفه حال الضيم حالهم المرضى. الحق والشوادر. أمانة الله. هذا الرجال ينقل على حسابه هذا هاي بطاقة الأكسجين حبيبي بس الساعة بيش الساعة 12 مو 12 الظهر عم ياكو أكسجين اجا عم ياكو أكسجين اجا اجي اكسجين من 6 الصبح خلصان الاكسجين لولا المركز والبطاله من 6 الصبح لولا عمي انت مريضك وين والله بلنعاش مريضكم وين عمي بلنعاش هاي العالم كلها واقفه بس باي ست بعد خاصه وهذا الرجال ابو هاي السياره من 6 الصبح عم ينقل 8 دبات تدوس ونجيب لولا مشى المستشفى كلها ماكو عمي ترى اكسجين جوي حمله كيه واحد كيتين دبات فارغه جوي ب 9 الصبح ورا 3 ساعات يقول نترسها من المشاهده وراحوا لحد نام مجوي وين مدير المستشفى مدير المستشفى دا يخابر مدير المستشفى خطيه دا يخابر بس ما حد يجي ما حد يسال عنه ودا يريد يداين ودا يريد يداين بطاله ويخابر قدامنا ويركض ونص حوايا بس ما حد يجيب له. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم ويانا اثير من الناصريه حياك الله يا اثير. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ احنا عندنا 2 محكومين محكمه الناصريه والسلام ببغداد. زين. انحكموا بدون شاهد عياني ولا اعتراف ولا كشف دخاله. نعم. والمستنسكات عندي لا تريد على الواتساب بس اريدك تصلحن بالتلفزيون بالقضاه يقولون احنا ما نحكم الا باعتراف. نعم الا باعتراف قانوني. انا ما يوم من الايام ان شفت الى عدكم حكوا على القضاه يعني القاضي عطالك ابي مرسل من رب العالمين يعني ما عنده خط ما شفت قد يوم اخ اثير اخ اثير اي اذاعه اخ اثير انت تقول نعم. القاضي ما يحكم الا باعتراف رسمي صحيح؟ اخ اثير تسمعني؟ الو على حسين مو اثير حسين استاذ حسين تسمعني لو لا؟ اسمعك اسمعك انت تقول القاضي ما يحكم اذا مو اعتراف رسمي صحيح؟ مو انا اللي اقول استاذ أيه. المسؤولين والقضاة والمجلس القضاء الاعلى يقولون ما يحكم القاضي الا بمن الا باعتراف من المتهم. زين. المتهم ما عنده اعتراف ولا عنده كشف دلاله ولا عنده حيثيات، من حيثيات يقول لا توجد شاهد عياني ولا المدعين الشخصي يعني عندهم شاهد على المتهم. زين. زين. انحكموا بال 2016 احنا هسه اكو عندكم انتم تقولون المنافذ الحدوديه تسيطر عليها العشائر وباقي الاحزاب المتنفذه. بال 2016 2017 كانت العشائر مسيطره على من؟ على القضاه. نعم. واكو مكاتب في المرجعيه طوى انه مكاتب تاخذ شنو؟ تاخذ الدعاوي بفلوس انه انا اكتب لك الدعوه وتعطيني هكذا، انحكموا ربعنا ولدنا الموجودين هسه بالبقال انحكموا بهذا الاتجاه. شنو حكمهم؟ حكمهم اعدام شرقا حتى الموت، الله وكيلك ومحمد كفيلك اذا تعطيني عنوانك انا اجيك لبغداد بس اريدك ان تطلع الدعوه وحده وحده. اكو رقم يطلع بالشريط الازرق جوا اذا تشوف شاشه رافدين اسمه نافذه انت ترى بس اسمح لي ما شفنا يوم من الايام كل المسؤولين يطلعون مثلا يحكون على السرقه وعلى الفساد ما شفنا يوم من الايام طايق زيدان الله يحفظه طلع على قاضي وحاسبه قال له انت عادم هذا بالقوه او عادم هذا بدون سبب او عادم هذا بدون قرار او عادم هذا بدون اي شيء ليش يعني احنا صار لنا 4 سنوات شايف لك تمييز يبقى 3 سنوات تمييز لحد عمي عدموهم ما نريدهم نخلص يوم يروح قضاة ما شايفينهم
عدموهم غير التمييز يقول عندهم عدموهم ما اريدهم بعد صار اربع سنوات تمييز بغداد ما يطلع غير اكو تاثير غير اكو طرقاعه يا ناس يا اذاعات يا عالم يا دول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه اخ حسين، بس انت قلت انه انا عندي مستمسكات وعندي دعوه اريد اعرضها، اذا تريد تعرضها على الشريط الازرق الجو اللي دشوفه وين هاي الساعه اكو شريط تطلع باخبار راح اذا تتابعه راح تلقي نافذه انت ترى بها رقم، سجل الرقم ودز على هذا الرقم وان شاء الله تنظر لها اداره قناه الرافدين. من السعوديه محمد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك اخوي اسهل وكادركم المحترم. حياك الله اخوي. اخوي اسهل بالنسبه للي يحدث في العراق. ايه. هذا مشروع الفوضى الخلاقه. وبدا التطبيق العملي. نعم. بدايه الغزو للعراق. نعم. وبالنسبه للمشروع الماسوني. نعم. وبالنسبه ل شو اسمه الميليشيات هذه والديول ما اتوقع ان امريكا تفرط فيهم. نعم. لانهم قدموا لها خدمه يعني ما حد قدمها. نعم. يعني زي مثلا هل هم بيفرطوا مثلا في قيصر خزعلي؟ يعني لو بغوا منها معلومه كفين يبطل في بطنك كله. والله ما يفرطون فيهم. بس انا عندي نصيحه للعراقيين. حطوا بين عيونكم. نعم. اما حياه انتصر الصديق ولا ممات يغيظ العدو. هذول اخويا فلين. نعم. هذول ينفذون اجندات. نفسهم ما يعني ثوره تشرين طلعوا ثوره تشرين. ثورة وطنية وشعارات وطنية تحترم. ما لقوا دعم لا من الخارج ولا حتى من الأجهزة الأمنية اللي في العراق. نعم. ما حد يبي ما يقول يا اخويا بالنسبة للماء من بدايتها حتى بالنسبة للمراجع. جابوا التستان جنسيتها الإيرانية وحطوه ملك على العراق. وثاروا الطائفية والعرقية. حتى يا اخوي المناطقيه هذه تشظي المجتمعات، هذا ما هو مشروع. مشروع هم اللي ينفذوه. يمكن اسالني اخوي اسهل لو تسمح لي بس اذا امكن مو انا عندي رسائل واتساب كثيره اريد اقراها قول. لو تسمح لي اخوي، ممكن اسالني واحد يقول ليش قلت الملكه السيستاني؟ لان المرجعيه الدينيه في العراق دنيويه اكثر منها دينيه الحقيقه. بالعكس هم احرص على السياسيين، احرص على منصبهم من السياسيين. والله لو احد على ما قال يوطوط حول المرجعيه والله يحاربونه بشتى الوسائل المباح والغير مباح. ويعطيك العافيه اخوي فهد. شكرا لك اخي عليك. محمد. ابو محمد من الفلوجه ويانا حياك الله. ابو محمد انقطع الاتصال وياه، اتحول الى رسائل الواتساب حتى اقرا اكبر عدد منهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، نطلب النظر لحال الأبرياء بالسجون، من ضمنهم والدي دخل السجن ظلم بسبب قطعة أرض حتى يأخذون حقه أقاموا عليه دعوة كيدية بتهمة 4 إرهاب. يعني أي شخص يريد يأخذ حق شخص آخر يقيم عليه تهمة 4 إرهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. وحضرة القاضي حكمة مع العلم أن الشهود اللي شهدوا زورا كانوا من عائلة واحدة، وواحد من الشهود يبعد عن مكان التهمة 300 كيلو وكانت شهاداتهم وأقوالهم متناقضة. الخلاصة خطف باسم القانون، نناشد هادر زيج كسار أن ينظر لهذا الموضوع. والله يا أخوي يعني أنت تقول أناشد هادر زيج كسار أن ينظر للموضوع، هو البارحة مهدد الأطباء اللي اعتدى عليهم حماية قائم مقام الفلوجة أو الرمادي، يقولهم أنه إذا تقومون دعوة أنا أفصلكم، فتتوقع راح ينظر الى حال والدك. بس نسال الله عز وجل انه يتغير الحال ويرجع لكم الوالد سالم. اعزائنا والله صار اسبوع احاول والقناه مدى تنزل عندي حبيب قلبي على مدار قمر النايل سات مو اي قمر ثاني، ترددنا 10727، الاستقطاب افقي، واذا كان عندك الجهاز بالانجليزي هو اتش
الأفقي، معادل تصحيح الخطأ 5/6 ومعادل ترميز 27500، تقدر تنزل الترددات مالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أنا أطالب بالعفو العام، والله صار 13 سنة بالسجن بسجن الناصرية، ماكو أي أخبار عليه. أنا ما عندي بس هذا أخوي الكبير، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، وين رئيس الوزراء، وين مصطفى الكاظمي؟ ما عنده والله ما عنده إحساس، خلي بس يفرج عن السجناء، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أم أنس، حياك الله. السلام عليكم، شلونك أستاذ أفل؟ أنا أختك من الموصل، ابني وزوجي مسجونين، أناشد الحكومة بالعفو العام، والله ملينا، نريد ولدنا فرحونا على العيد الجاي. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، من خلال برنامجكم صوتكم أوجه ندائي للمسؤولين وأوضح ما يحتاجه العراق وشعبه. أولا، حل كل الحشود والميليشيات. ثانيا، تشكيل فرق كفؤة عسكرية في كل محافظة، فرقة عسكرية تتحمل الفرقة عسكرية كامل مسؤوليات الحفاظ على المحافظة والإبقاء على قوات الشرطة المحلية في المراكز، وأخذ مسؤوليات الحفاظ على الأمن الداخلي للمحافظة ومراكز الشرطة حسب حاجة المحافظة، زائد شرطة نجدة لكل المحافظات العراقية وتتحمل مسؤولية الدورية في المحافظة وهي شرطة النجدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيي قناة الرافدين الشريفة التي تنقل صوت المظلوم من خلالكم. أناشد السيد هادر زيج كسار المحترم، رجل كبير في السن، أقام عليه دعوة كيدية بسبب قطعة أرض من حكم 15 سنة بدون أي إثبات، وهو بريء من هاي التهمة. يبدو أنه هذا الشخص أخ الشخص اللي يرسلنا أول رسالة. أبو مريم من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. سبب خراب العراق هم الحشود السائبة وأمريكا وإيران، وقفوا على رؤوس الأعاجم وجماعة العمائم البيضاء والسوداء، وتحت هذه العمائم لا توجد عقول يفكرون بها، وهذه الحكومة هي كافرة وميليشياتها تحتاج لهم لأنهم قوة ساحقة بسبب حرب مع المجوس لمدة 8 سنوات، وهذه الحرب اللي جرعت الخميني كأس السم، والإسلام منتصر لا محالة حتى ينطق الشجر والحجر ويقول يا مسلم هذا عبد الله، يا عبد الله هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. شكرا لك. أكو بها بعض الأخطاء الإملائية لهذا السبب بالقوة قرأتها. معروف للشعب أن من خلق ووجد الطائفية هم المرجعية وتجار الدين. السؤال، هل آل البيت يرضون بقتل المسلم وتهجيره؟ أي دين وأي إسلام يدعون هؤلاء؟ والله والله إسرائيل واليهود ما يتعاملون ويا الفلسطينيين مثل هؤلاء القتلة والخونة بالعراق، أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء وسرقوا أملاكهم وانتهكوا أعراضهم. أخي، القتل والنهب كلها بها فتاوى حلال من العمايم بأوامر إيرانية. أخي المواطن بالعراق أرخص من هواية أشياء بالخارج، أجلكم الله، الحيوان في الخارج أغلى من عدنا، لأن الشعوب الحرة أصواتهم أعلى من صوت الدولة، لأن مرجعيتهم الوطن والعلم. مرحبا، أطلب من الحكومة تخلينا نودي غذاء وأكل للسجناء، لأن الأكل غير جيد، وكل ما بوسعنا لمساعدة أبنائنا نشوف أبنائنا، ونحن مستعدين لكل الإجراءات الصحية، كمامة وكفوف ومعقمات. وأنا شخصيا ابني ما شايفته صار 6 أشهر، أرجو منكم إيصال صوتنا إلى الحكومة. رسالة أخرى تقول، السلام عليكم، أنا منتظر زمن، العمر 14 سنة، أبوي شهيد والحكومة ما تعطينا راتب، تعطينا بالشهر 200,000 وقاعدين إيجار، وأبوي مسجلين متوفي مو شهيد. أناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 200,000 يكفنك بالشهر، ندفع إيجار وكهرباء ومي وما عندنا أكل. والله أتمنى أشوف مصطفى الكاظمي وأواجهه وأقول له وأشكي له شنو حالنا، لأنه 200,000 مستحيل يتكفي أحد. وعندي رسالة أخرى، أحد الأشخاص يرسلنا رسالة صوتية، أعتذر منك أخي العزيز، لكن الرسائل الصوتية ما أقدر يعني أعرضها على الناس، فقط الرسائل المكتوبة. وأتمنى، يعني قلت في بداية البرنامج، أتمنى أن تكون الرسائل مكتوبة وبها اسمكم ومكانكم حتى نقدر نقولها للناس. وزارة الهجرة والمهجرين من تقول أنه إحنا نريد ندمج النازحين، أكو منظمات إنسانية تحذر، لأنه هذا الإجراء يعتبر تهجير جديد للنازحين حسب هاي المنظمات، وأنه يقترن بتقديم، يعني يجب أن يقترن بتضمين تقديم ضمانات كافية لتصحيح أوضاع آلاف النازحين. لكن أنا أحب أقول شغلة واحدة إلى منظمات، وأحب أقول شغلة واحدة إلى الحكومة.
انه انت بدل ما تفكر تدمج النازحين وتفكر تقدم لهم او تركز الاغاثه او المساعدات الاغاثيه لهم، ليش ما تفكر تبني مدنهم وترجعهم لبيوتهم؟ ليش ما تفكر تعوضهم وتقولهم يابا احنا ما عندنا امكانيه نبني لكم، بس عندنا امكانيه انه نعوضكم ونعطيكم فلوس بس انتم تبنون بيوتكم، وهاي تعويضات لكم، ورجعوا ابنوا بيوتكم وعيشوا ببيوتكم. ليش بدك تبقيهم بمخيمات محبوسين، مخيمات بخيم لا تحميهم من حر الصيف ولا تحميهم من برد الشتاء ولا تحميهم من الامراض، خصوصا انه احنا هسه بجائحه اللي هي جائحه كورونا، الناس ببيوتها ودا تنصاب بجائحه كورونا، فما بالك اللي قاعد بمخيم. فانت بدل ما تفكر تدمج مخيمات يا مصطفى الكاظمي او وزير الهجره والمهاجرين او اي واحد بالبرلمان ان كان بلجنه الهجره والمهاجرين او برلماني، انتوا بدل ما تفكرون انه تدمجون مخيمات حتى تقللون العبء عليكم، لانه يبدو انه المواطن اليوم صار عبء ثقيل على السياسيين، ما شاء الله مو سياسيين هم عبء، هم مو عبء هم مرض السياسيين على المواطن العراقي، مرض يعني لازم يستأصله، لأنه السياسي خرب البلد، دمر البلد، سرق أموال البلد، فساد بالبلد بسبب صحة ما موجودة بسبب حصة تموينية مبيوقة بسبب عقود مزيفة بسبب موظفين فضائيين يتقاضون رواتب واثنين وثلاثة بسبب فساد المواد الزراعية اللي دي يستوردوها من الخارج بسبب أدوية مستوردة فاسدة بسبب أمراض موجودة بسبب كل شيء مو زين بالعراق هو بسبب السياسي. بس السياسي ما شاء الله دي يتعامل ويا المواطن إنه هو عبء ثقيل عليه، لأنه النازح اللي موجود بديالة وأكو نازح ثاني موجود بأربيل وأكو نازح ثالث موجود بالأنبار، فما يقدر يطلع ثلاث سيارات يودي لهم مساعدات، فيريد يدمجهم بمخيم واحد حتى يطلع سيارة واحدة. هذا اللي هو فعليا دا يصير هسه. فأنت بدل ما تفكر هيجي فكر تبني لهم مدنهم، فكر ترجعهم أماكنهم، وفكر تقولهم أنه انتهى الحال. مشاهدينا الكرام قبل ما أختم نحب نذكركم مرة ثانية أنه قناة الرافدين أدها تردد، ترددنا الجديد هو 10727 أفقي، أكرر 10727 أفقي، 27500 معدل الترميز، 5/6 معامل تصحيح الخطأ، وكل هذا على مدار قمر النايل سات. فأتمنى من عندكم أنه تلزمون الريموت وتدخلون الإعدادات اللي تشوفوها هسه على شاشة الرافدين داخل الإعدادات الموجودة عندكم في الريسيفرات وأجهزة الاستقبال حتى تقدرون تستقبلون قناة الرافدين وتستمرون ويانا على هذا التردد الجديد. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم إن شاء الله على خير نفس الموعد باكر ببرنامج وحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.